الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أن الله تعالى خلقنا جميعا من أجل غاية معينة وهي عبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقك سبحانه وتعالى من أجل العبادة، والغاية دي لما تقوم بها بتكون سعيد في الدنيا والآخرة، ولما تخالفها وما تعبد الله بتكون تعبان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. شفت الزول ما داير الدين وما داير يعبد الله سبحانه وتعالى، أي فإن له معيشة ضنكا، ما بيرتاح، ما يغش نفسه زاي واحدين موهومين، واحد جايب له سماعات وخاتية ودموعه سائلة، مالك انت بتسمع في شنو؟ والله يقول لك بسمع عليه فنان معين، ده موهوم بجنبه وفنان يغش فيه جواي نغم ولهيب الشوق وشوق ما بعرف، يا زول لا هوى الساي ما تغش نفسك. واحد تاني مغشوش بتاع كورة، عامل ما راسه زي الديك، بوك جقايمة فوق وبالجنبات ماف، ما لك انت ولك ده نيمار، ما بتعرف نيمار؟ نيمار بتاع شنو يا اخ، ما تغوش نفسك زاي. واحد ثالث تلقاه يتطوطح بالباب وبشم وحديد وينطط زي العتوت براو، ده بتنطط مالك ولك جون سينا جون سينا، هذه كلها موهومه باشياء شيف الفلا وشيبه بعرف فنايل كيف وبناطلين كبابي ولابسين لهم حاجات في يدهم زي الغويشه مكتوب فيها صح وهي ما صح، بلاوي كثيره ومصايب موهومين بها. لكن انت لو دار تكون سعيد في الدنيا والاخره عليك بعباده الله، والله ما داير منك شيء كثير. اشتغل في السوق شغل حلال تمام، سوق ركشه كويس ما مشكله، بس ابعد من بعض الهوس كذا ابعد منه. سوق دفار كويس جدا، اشتغل طلبة حلال ما في شيء، اشتغل في السوق، اتوظف بجنبها، اتزوج، مش عاجباك الشغلة دي اتزوج، بل تقابط في بنات الناس وعمك عمره 80 سنة خدت له كرسي تلقى قاعد في الشارع اتلفت يعاين بجاي وبجاي إلى آخره. كل هذا اتزوج يا شيخنا، اتزوج الأولى أمورك وضحت تمام، ما وضحت اتزوج الثانية لسه شوية بتكشف تاني، هاي تزوج الثالثة لسه قاعد تعاين، يتزوج الرابعة والله تاني، اليوم كله تشتغل لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله استغفر الله، تاني أنا ما بتعاين لي خلي البيت سوسو اللافة دي بإيجادي. فدي كلها هوس، وإنما تعبد الله وتوحد الله تجعل عقيدتك في الله صحيحة. الجماعة دي ما تفتكر نعم تكلم فيهم ساي، هم سودانيين ونحن سودانيين، وانا والله لا دارين مشاكل، لا دارين نبز، لا دارين اساءة ليزول، ومتكيفين كونه ناس يتلموا دارين يسمعوا الدين، لكن خايفين عليهم. زول يا ناس الله خلقه سبحانه وتعالى ورزقه وبحييه وبيميته وبقومه يوم القيامة ويوريه الجنة ودي النار، ورسل له رسل والرسل كلهم جو بموضوع واحد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، بس تصلي وتصوم وتذكر الله وتدعو الله، بس يا هذه العبادة؟ لا 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 لا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت سموه طاغوت من الطغيان، يعني مجاوزة الحد، يعني بدل تجعله مخلوق ساي ده حده، تقوم تديه صفة من صفات الخالق، من صفات الخالق
علم الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الغيب ده الشيء الغايب ده ما بيعلمه إلا الله. إنت لما تمشي لزول تقول له شوف لي الرايحة وين وحوط لي حاجتي ما لقيتها وغنمايتي راحت وذهبي ما لقيته وشوفوا لي وين، إنت معناه الآية دي ما مصدقها، إنت معناه الله ما بتصدق كلامه. شكل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما في الصلاة تقول لي الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ما بنعبد إلا أنت وما بنستعين إلا بك، تقول في الصلاة تبرك بر الجامع تنادي الشيوخ، أنت ما قلت لي الله بستعين بك، أنت تمرك برا تعتر تقول يا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا، ده ما بجوز في الشريعة. والله قال لك ما بيلحقك، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هسي من هنا للصبح كورك يا فلان الحقنا، الله قال لك ما بيسمع. أنا ما عارف الناس ذيل كيف يكونوا مؤمنين وما بصدقوا كلام الله، بس أنا دي داعي عارفها كيف. كيف تقول لي الله أنا آمنت بك ويقول لك الشيء الفلاني كذي أنت ما تصدق؟ قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمع، وكان سمع ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما بيستجيب لك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ده كلام الله سبحانه وتعالى. قال لك أنت راجل مرة ناديت غير الله، أنت أشركت بالله سبحانه وتعالى. بعدين بيكذبوا، عشان أنا أختم لك، بيكذبوا فينا. شفت ذيل هاسي في ثلاثة صوفية، أنا قاعد في المصطبة ديك هناك عكروا مزاجي، ما كنت جاي أتكلم، بعدين عندي مواضيع كذي. المهم جو ثلاثة صوفية ماشين، واحدين يطنطنوا واحدين متضايقين، ما لكم انتوا؟ والله انتوا شيخكم قالوا مات في الحمام، كذاب. هو الشيء احنا ما عندنا شيخ بنعتقد فيه، ما في شيخكم. محمد عبد الوهاب كمان نكرتوه؟ لا لا لا، لو اسي قلت يا محمد عبد الوهاب الحقنا انت مشرك بالله تعالى. محمد عبد الوهاب ما بيدي جنى ولا بيعلم غيب، لكن عالم من العلماء وما مات في الحمام. شيخك انت المات في الحمام، والله كذب ساي، نجراه من راس ساي، والله قالوا هو مرق من الحرم المدني وطوالي خشى مات في الحمام، وما في حمام الوقت ذاك ذاته، حمامات ذاته بتاعت حفرة دي ما في حاجة اسمها الكنيف، لكن شوف شيخه مات في الحمام. ده كتاب الصوفية، وده المؤلف مدح البرعي، ما مصدق اسمع مصر المؤمنة بتعرفوها، قال: وسيدي الشعراني الناشر لعلم الله. هذا الشعراني عبد الوهاب الشعراني، وده كتابه اسمه الطبقات الكبرى، واللي بيقول لك حرفته ومحرف، ورينا حرفه وين، ورينا. كان ذكرت التحريف بنتراجع، لكن وينه؟ والحرف منه ذاته، ونحن 200 حرفنا، وده دي مطبعات، واحدة في مصر واحدة وين في بيروت، كلام كله طيب. انا بوريك السلمات في الحمام عشان ما تشيل لك كلام ساي تبقى زي الشافع يغش فيك. الشافع تغش فيه، كان اديته حجر ربطته في كيس، قلت له دي حلاوه ممكن يصدق. الصوفيه هبل، شوف دار تبقى اهبل ابقى صوفي بس. تصدق تمساح يبكوه، في واحد اسمه الفرغلي هنا بكله تمساح، خلى التمساح شايل جراح كر يبكي، والله هذا في الكتاب ده ما مصدق، بعدين اقرا هذا هنا دي. واحد ثاني اسمه محمد الشربيني في الكتاب ده قال: ملك الموت جاء ده رجعه. انا دار اديك بتاع الحمام ده اللي مات فيه، وبعدين نختم لانه الاذان اذن. ده اسمه شهاب الدين النشيلي، اسمه النشيلي، بنشلك اعمل حسابك، خليك زول زي الشباب ديل وزي غيره زي المسلمين مستقيم بس. هاي شنو الا تبقى درويش وخدر ومرقع وبلاوي دراويش. طيب افتح النشيلي ده وينه؟ قال صفحة 141 عشان نختم لك تاع نشل في الدين، لكن اللخبط. قال: ومنهم ديل من المشايخ بتاعنا الصوفية سيدي الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلي رضي الله تعالى عنه،
كاتبه كذي. قال شنو؟ وكان يحب دخول الحمام لم يزل يدخلها حتى مات فيها. ده كتاب الصوفيه.